مجموعة من الأصدقاء نسكن في نفس البناء نذهب للمدرسة سويا ومعا نرجع في المساء إن تسألنا عنواننا خمس شارع الأصدقاء رامي نشيط ومحبوب شوقي في الشعر يذوب متعب متهور جريك مهلول ساذج وبريء نجيب عن كل شيء يجيب خمس شارع الأصدقاء هو مسجل عباس هذا أغنية مسلسل إذا أطفئ التلفاز أنا تعبان أريد أن أرتاح يا عالم خمسة شارع الأصدقاء خمسة شارع الأصدقاء في ظني أن هذه الكلمات لا تصلح لأغنية المسلسل هيا يا بطل هيا 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 تابع تابع هيا 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 انتبه انتبه يا بطل هيا سانتا سانتا تابع 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 نعم 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 خطرة والله في خطرة تابع 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 خطرة تجول هذه يا سلام يا بطل حطمهم هيا اليمين يا أخي إياك الشجرة لا تخاف لا تخاف اهجم هيا اسرع اسرع والله انا الذي سأصنع من جسدي رذاذ فتك انتبه لا تسرع فالموت اسرع اسرع لا يموت الا من انتهى عمره هيا هيا رامي رامي انتبه انتبه هيا بسرعة 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 تجاوزها هيا تجاوز بسرعة ألو ألو من هيا يا بطل ارفع صوتك من فضلك بقعت زين من بقعت زين رائد من انتبه عائد انتبه خالي عائد أهلا خالي هيا ماذا ألو ألو يا مصلح اسمعني جيدا سيارتي معطلة تجاوزها ألو لا ليس أنت يا خالي أنا أكلم هذا المهم كيف حالك ماذا ستصل الليلة الساعة ماذا ورقة ورقة وقلم يا فهيم خذ هذه ورقة مصاص ورقة مصاص نعم يا خالي الليلة الساعة 3 فجرا على طيران الفرشة البيضاء الفراشة البيضاء الورشة وليس الفرشة سيرسلون أحدا لإصلاحها عندما يأتي أعطيه المفتاح نعم نعم هيا تجاوزه ورقي خارجا هيا هاي انتبه نعم نعم يا خالي انتبه لنفسك أثناء الرحلة مفاجأة مفاجأة من سيأتي معك عندما تصل حسنا حسنا إلى اللقاء يا خالي مع السلامة هيا بسرعة بسرعة انتبه انتبه هيا انتبه انتبه يا رامي انتبه لا 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 خسارة خسارة Game over. Try again. كان يجب أن أحطم الرقم المكتوب على الشاشة حتى يرسل إلي مايكل شوناتر بطاقة عليها توقيعه يجب أن أتدرب أكثر ما هذا الكلام يا رجل؟ أنت فظيع حقيقة لا يوجد من هو أفظع منك هنا شكرا أنتم السبب كنت ألعب مرتاحا حتى أتيتم وجلستم فوق رأسي وبدأتم تشوشون علي العب لا تلعب أسرع لا تسرع تجاوز هيا
لولاكم لكنت الآن أنتظر صورة بتوقيع مايكل شوناتر الأصلي وقبعة عليها اسمه. إذن يجب أن تتدرب أكثر. إلى اللقاء. جيد، لا توجد قطط هنا. أنا أكره القطط. أستطيع أن أعمل بهدوء. في مكانك. إيش في أنت تسوي هون في ليل كثير؟ جئت من أجل السيارة. ليش أنت في تأخير؟ ماذا؟ يلا صاروخ صاروخ، خلاص شغل أنت. تعني أن يمكنني أن شكرا شكرا، سأهديك المسجلة. والله أنا بدي مسجلة من زمان. أنت في حدث يا؟ لا أنا بدي أعلم شغل أنت. يلا صاروخ جيب رافع عشان أخذ سيارة. يلا. شوقي شوقي، مفاجأة مفاجأة. خالي خالي خالي. شوقي مفاجأة مفاجأة. خالي 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 خالي. رامي رامي، مصيبة، كارثة، أنقذني. لا تضربوه لا تضربوه، ابتعدوا عنه، دعوه شأنه، إنه أخي، ابتعد. أين المصيبة؟ تعال وابحث معي، أنا لا أجد الورقة. أية ورقة؟ ورقة المصاص، كانت هنا، مصاصة بهلول. أيقظتني من النوم من أجل ورقة مصاص؟ نعم نعم، هيا قم وابحث معي، الورقة مهمة. لما لا تضع إعلانا في الصحيفة؟ خرج ولم يعد. ورقة مصاص مهمة جدا، يرجى ممن يعرف مكانها الاتصال بالأستاذ شوقي بعد منتصف الليل، وله مكافأة مجزية. الرجاء الاتصال في الوقت الذي يكون فيه رامي نائما. نكتة ظريفة، قم الآن وابحث معي قبل أن يصل خالك ولا يجد أحدا في انتظاره. خالك؟ من خالك؟ خالك عائد، سيصل الليلة. الليلة؟ تعني هذه الليلة حقا؟ لا أعني البارحة. ابحث معي، يجب أن نجد ورقة المصاص قبل أن يفوت الوقت. ماذا سنفعل؟ نبحث عن اسم شركة الطيران، كتبته على ورقة المصاص. كتبت اسم شركة الطيران على ورقة مصاص؟ كنت مضطرا، كان اسما غريبا وخفت أن أنساه. ومع ذلك نسيته. ها تذكرت، إن الورقة ليست هنا، لف بهلول بها مصاصته قبل ذهابه. هل تذكر ساعة الوصول؟ الثالثة. رأيت خالك عائد في المنام يحمله طائر له ثلاثة أقدام. لنذهب إلى المطار حالا. البس أنت وسأذهب لأوقظ أمي. دعها نائمة، كانت منهكة من التعب بالأمس، سنتصرف. كيف؟ سترى. ألو من؟ ألو بهلول، آسف لإزعاجك، الوقت ضيق. أنت مخطئ يا صديقي، الوقت ليس ضيقا، الوقت متأخر. اسمع، قابلنا مع مصاصتك في السيارة بعد 5 دقائق. في هذا الوقت هل كان ضيقا أم متأخرا؟ لا وقت للشرح الآن، ستفهم الأمر في السيارة. هل الأمر خطير؟ لولا ذلك لما اتصلت في هذه الساعة المتأخرة. نعم بالتأكيد، ولكن هل هو خطير؟ خطير جدا.
إذن الأمر خطير جدا جدا. لا تنسى المصاصة. مصاصتي نائمة. أيقظها. وهل الأمر خطير إلى هذه الدرجة؟ حين يستنجد بي الأصدقاء في هذا الوقت الضيق المتأخر، لابد أن الأمر خطير جدا. أعطني المصاصة يا بهلول. وماذا ستعطيني بالمقابل؟ لكمة على عينك إن لم تعطينا المصاصة. هناك معلومات مهمة على غلافها. هذه مصاصة أصلية وليست مزيفة. أترى شيئا؟ اختلطت الحروف، لا أستطيع قراءتها. هات مصاصة بطعم الفريز، الكلام واضح جدا. يبدو أنك ما زلت نائما يا شوقي. حاول ثانية. ما الذي جرى؟ حاول أسرع يا رامي. يا حبيبي هذا ما كان ينقصنا. ما ينقصني أنا كمية مصاصة جديدة، هذه آخر واحدة عندي. إلى أين نذهب يا رامي؟ إلى المطار. المطار؟ لماذا؟ لنشتري لك مصاصا. الحمد لله لقد دار المحرك. هيا تمسكوا. لا، هذه سيارتي أيها اللصوص. لست شناطر يا رامي، خفف السرعة ستقضي علينا. أنت سبب هذه المصيبة أصلاً. أية مصيبة يا شباب؟ عندما نعود سنشرح لأمك الوضع وستتفهم الأمر. أنت تحلم. شوقي يحلم؟ إذا فقد عاد للسير أثناء النوم. شوقي في ورطة يا رامي. ليس شوقي وحده، بل أنا أيضا في ورطة. أنت أيضا تثير في نومك. من الخطر أن توقظ شخصا يسير في نومه، والأكثر خطورة أن تدعه يقود سيارة. أعيدوني إلى البيت، لا أريد الذهاب إلى المطار، أنا لا أحب المصاص. اهدأ يا رامي، لما كل هذا الغضب؟ لأننا يجب أن نكون الآن في المطار. بسيطة يا رجل، لا تشغل بالك كثيرا بهذا الأمر. أنا لست مضطرا للمصاصة لهذه الدرجة. سأجرب تشغيل المحرك. ابتعد. يا حبيبي هذا ما لم يكن بالحسبان، الأبواب والنوافذ مغلقة. حلو، كملت معنا، المفاتيح في الداخل. خشيت أن تسرق. المفاتيح في الداخل ونحن في الخارج. وجدتها، لا تخافا سأتصرف. أيوة، مين هذا؟ أنت اثنين يا رجل؟ مش معقول، هذا أنت شناتر. نعم، هذا هو، وأنا عائد، أخو السيدة نجاة. قل لي من فضلك، في أي طابق هي؟ في طابق ثالث، لكن هو في نوم من زمان. النجدة، كارثة، صاروخ. النجدة، أيوة، صاروخ. النجدة، ماذا هنا؟ صاروخ. أيوة صاروخ. مصلح عائد أخي، وصلت في الوقت المناسب، اختفى رامي وشوقي وبهلول أيضا. إيه لحظة قادم. صباح الخير سيدي، أنا بحاجة إلى مساعدة. هذا واضح.
صديقي هناك سيران أثناء النوم أصرا على شراء المصاص لي، لكن سيارتنا تعطلت وقد أكدت لهما أنني غير مستعجل على المصاصة، مع أنني لا أعرف أين ذهبت مصاصتي الأخيرة. تعرف أنه من الخطر أن توقظ شخصا نائما، فكيف أوقظ اثنين؟ هذا خطر مضاعف، وفشلت كل محاولاتي بإقناعهما بعدم حاجتي إلى المصاص وهما نائمان. فهل عرفت حجم الورطة التي أنا فيها؟ ورطة كبيرة حقا. حسنا يا بطل، اذهب وقف جانب السيارة، ستصل النجدة في الحال. حاضر. أنا بطل شي أكيد. ألو، مركز الشرطة، هناك مجرم خطير يتسلح بمصاصة يحاول سرقة سيارة هو وأصدقائه. نعم، إليك العنوان. نعم يا حضرة النقيب، سأدفع أي مبلغ يطلبه الخاطفون، فولدي بهلول لا يقدر بثمن. هل أنت واثقة أنهما خطفا؟ لقد تحدثت مع شوقي قبل بضع ساعات فقط. كيف حاله؟ ماذا فعل الخاطفون به؟ كان هنا في البيت، ألم يخبرك بقدومي؟ لا، لم يترك له الخاطفون وقتا ليخبرني. لا حول ولا قوة إلا بالله، التشرشر، أنا في مخطوف مع أولاد انتي ست نجات. أنا من ورشة سيارات، بده بيصلح سيارة في أطال. حسنا حسنا يا حضرة النقيب، أنا في انتظار أي أخبار. إن شاء الله، مع السلامة. ست نجات، مصيبة تاني، سيارة انت في مخطوف كمان. هذه هي السيارة. مرحبا، انت النجدة صح؟ صح. رائع، سرعة مدهشة. لقد فعلها بهلول يا شوقي، لقد انقذنا، هل تصدق؟ شكرا جزيلا يا سيد شبر، شبر أبو الأسنان. تفرشنا، تشرفنا. عفوا، 1000 ليرة. جواب نهائي؟ نعم، جواب نهائي. أعزائي المشاهدين، سنرى الجواب الصحيح بعد الفاصل. ليس معي مبلغ كبير كهذا، ولا أنا. حسنا، في هذه الحال سأقبل بتلك الساعة. لكنها ذكرى من أبي. ما هذا الصوت؟ ها؟ الحمد لله، أحسنتم، أحضروهم إلى هنا فورا. قبضنا على اللصوص الذين سرقوا سيارتك يا سيد النجاة. لا تهمني السيارة، أريد أولادي. وأنا بدو شرشوري. وأنا بدو بهلولي. أقصد أريد ولدي بهلول. أدخل اللصوص يا بني. أهلا، هذا أنت يا أبا الأسنان؟ ألم تعد تسرق وحدك هذه الأيام؟ أين شركاؤك؟ وجوه جديدة. ما علقتك باللصوص يا سيدة؟ لصوص؟ إنهم أولادي. أنا بريء يا حضرة النقيب، هذه ليست أمي. أنتم اللصوص الذين سرقوا السيارة إذن؟ نعم يا حضرة النقيب، وأنا شاهد على ذلك. أصمت أنت. مش معقول، مش معقول، أنت ليش أسرق سيارة ست نجاة؟ لماذا لم تخبراني؟ خفنا ألا يجد الخال أحدا بانتظاره في المطار، ونسي شوقي أن يخبرك أنه قادم. وأنت نسيت أنك لا تحمل إجازة قيادة؟ كان يمكن أن تتسبب بقتل أرواح بريئة يا بني. نعم، كان سيدهس روحي البريئة بسيارته المسرعة. اصمت أنت، خذه إلى الحجز يا بني. بريئ،
بريء يا سيدي بريء. أنا آسف، أنا السبب، كان يجب أن أكتب المعلومات في مكان مناسب. وأنت؟ كنت مشغولا باللعب بالحاسوب. من الآن فصاعدا لن يشغلك هذا الأمر أبدا. ستحرمان من استعمال الحاسوب مدة شهر كامل. لا، سأفقد مهارتي إن لم أتدرب كل يوم، ولن أحصل على بطاقة من مايكل شوناطر. بالمناسبة السيد شوناطر حضر معي على الطائرة ذاتها. ماذا؟ وكان ينوي استئجار شقة في البناء الذي تقطنون فيه. لكنه غادر بعد أن سمع عن جرائم السرقة والخطف التي حصلت عندنا. عظيم جدا، والآن كيف سأتمرن على القيادة؟ بالمصاص.